السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا نكمل مع بعض في موسوعة الحيوانات الأليفة، وعندنا النهاردة الخروف. والخروف حيوان لطيف، له فرو خشن جدا وبيخفي جسمه كله، وكمان الإنسان بيربي الخروف عشان يستفيد من لحمه ومن فروته اللي بنصنع منها الملابس الشتوية اللي بنتدفى بيها. وكمان الخروف بيحب أكل الحشائش، وكلما كبر الخروف تمام بتكبر معاه قرونه اللي بتكون فوق راسه. هنا بقى بتيجي دور مرات الخروف، ومرات الخروف هي النعجة أو المعزة، وهي أنثى الخروف أصغر منه في الحجم، وبتكون ليها قرون بس صغيرة جدا فوق راسها. في كل مرة أنثى الخروف بتولد بتولد طفل واحد بس، وده بيسمى الحمل. تاني حاجة الجاموسة. الجاموسة بتشبه البقرة، ولكن لونها بيكون رمادي غامق جدا. في من الجاموس نوع تاني بيبقى اسمه الجاموس البري، والجاموسة البرية دي بتعيش في الحشائش وبتحب كمان تاكلها. نيجي بقى لده، وده اسمه البغل، ولا هو حمار ولا هو حصان، ولكن هو بيجمع ما بين الحمار والحصان. عنده قوة الحصان ولكن عنده صبر الحمار، ولكن لا ينجب ابدا. النوع ده من البغال ما بيخلفش خالص، وهو بتكون امه فرسة وابوه حمار، واستخدم قديما في الحروب. اما هنا هيجي بقى دور الارانب، والارانب صغيره جدا بحجم القطط، ليها شعر ناعم جدا على جسمها، دي القصير، بتعيش في البريه وبيربيه الانسان. الارنب كائن سريع جدا، بيحب حفر الارض عشان يسكن فيها ويلد فيها صغاره، وكمان الانسان بيربيه عشان يستفيد من لحمه. وبعدين بيجي دور الجمل. الجمل في منه نوعين، جمل عربي، والجمل العربي ده بيكون له سنان واحد، وجبل جمل أسنوي أو أسيوي له سنامين. ده شكل الجمل اللي له اتنين سنان، أما ده شكل الجمل اللي له سنان واحد، واحد عربي والتاني أسيوي. إذا كان الجمل ده أو الجمل ده، فلهم خف عريض جدا في رجلهم عشان ما يغرزوش في الرمل، وله مناخير بيقدر بيها ان هو يقفلها عشان ما تدخلش فيها رمل. الجمل من الحيوانات اللي بتقدر تعيش في الصحراء وتمشي فيها المسافات كبيرة جدا، ويقدر يتحمل الجوع والعطش لأيام، وكان الإنسان بيستخدمه قديما، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيستخدمه ان هو يسافر بيه. الجمل بيعرف ان هو كمان من الحيوانات المكتظة، وهي الحيوانات اللي بتخزن الطعام في معدتها وبعدين بترجعه تاني لبقها عشان تنضغه وبعدين ترجعه تاني لمعدتها. اخر حاجة عندنا وهو الكائن الغريب ده، وهو اللاما. اللاما حيوان بيشبه الجمل ولكنه صغير، والانسان بيربيه عشان بناخد الصوف بتاعه، وبيستطيع حمل اشياء تقيلة جدا وان هو يمشي بيها. اللاما فيها طبع وحش جدا، لو غضبت على حد ممكن تطف عليه من الطعام اللي في معدتها. افي عليكي.